السلام عليكم، حياكم الله. لغة العربية جميلة، وربما الحكي البحريني أجمل. كلمات مثل زين، وأيضا السلام اليومي، شلونك؟ ماذا لونك اليوم؟ هذا يعني جميل جدا. إن هذا العام عام مميز، عام نحتفل جميعا بخمسين سنة على تأسيس علاقاتنا الدبلوماسية. تم الاحتفال الرسمي في اليوم نفسه في 17 من مايو، وما ميزت هذه الحفلة إنها لم تكن حفلة استقبال مثل عيدنا الوطني، ولكن حفلة مشتركة من البحرين وألمانيا نحتفل معا. معالي السفير، نحن نقدر جهودكم في توطيد العلاقات البحرينية الألمانية. نود أن نستفسر من سيادتكم عن طبيعة التعاون المستقبلي بعد مرور نصف قرن على العلاقات الوطيدة والوثيقة بين البلدين. ما هي مجالات التعاون التي من المرتقب في المستقبل أن تشهد تطوراً وتنميه؟ طبعاً يتم إنشاء المستقبل على قاعدة علاقات وطيدة ووثيقة في أعلى المستويات، ومثلاً لذلك هو زيارة معالي وزير الخارجية دكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى برلين لحضور مؤتمر تحويل طاقة في برلين. وهذا المجال بالخصوص أيضا مجال أرى فيه فرص كبيرة للتعاون المشترك. فمملكة البحرين مع الإلزام بالوصول إلى أهداف مهمة تم الإعلان به من قبل صاحب السمو ولي العهد في مؤتمر الكوب 26، هذه الأهداف مهمة: الحياة صفري في سنة 2060، وأيضا انخفاض ملموس حتى سنة 2035. وهذا المجال مجال يمكن للشركات والهيئات الألمانية والبحرينية أن نشتغل معا. فأيضا ألمانيا تواجه تحدي تحويل المناخ، وأيضا المهمة أن نبدل الطاقة التقليدية بالطاقة المتجددة. هناك الحقيقة كما تفضلتم تعاون في كل هذه المجالات، وهذا أيضا شكرا على دعم جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد لعلاقاتنا في كل هذه المجالات. فيما يتعلق بالقطاع الطبي والصحي، والذي يشهد نموا وتطورا ملحوظا في مملكة البحرين، ما هي أوجه التعاون في المجال الطبي والصحي بين البحرين وألمانيا، خاصة أن ألمانيا رائدة في هذا المجال؟ المجال الطبي هو مجال مثمر للتعاون للراية. فهناك من ناحية ثقة أهل البحرين وفي خبرة العلاج الطبي في ألمانيا، هناك تقاليد الزيارة ألمانيا للعلاج الصحي، ونسهل نحن من قبل سفارتنا الألمانية هذه السفرات بكل جهودنا. ولكن هذا فقط ناحية. ناحية أخرى هو وجود أعلى مستوى التقنية الألمانية، التكنولوجيا الألمانية
في المستشفيات والعيادات في البحرين تشارك وتساهم في المستوى العالي للعلاج الطبي في البحرين. وهناك بعد ثالث جديد هو زيارة أطباء وأساتذة مهمة من ألمانيا إلى البحرين، مثلا كصفة أساتذة في الجامعات البحرينية، أو أيضا مراحل إقامة يعالجون فيها المرضى ليس فقط من البحرين ولكن أيضا من دول مجاورة في مجلس الخليج. وهذا فرصة فأيضا للبحرين إمكانية أن تكون مركز للعلاج الطبي، ومع الخبرة الألمانية، وتم أيضا في إقامة هذه الأطباء تدريب بعض الأطباء البحرينيين من قبل الأساتذة الزائرين، وهذا كل هذا يساهم لجعل شراكتنا مثمرة، وهذا في مصلحة الجانبين. إذا تكلمنا عن حجم التجارة، التبادل التجاري بين البلدين، هل أنا أتطرق إلى هذا الأمر؟ نعم، وهذا الحقيقة فعندي الأرقام دائما، فهذا من التطورات المهمة والجميلة، وأيضا إلى حد ما معجزة في أيام الكوفيد. فمنذ يعني 2018 نحن بقبل زيادة ارتفاع الصادرات والواردات في الجانبين بالأرقام. يعني في 2018 كانت الواردات إلى البحرين من ألمانيا بحجم 363 مليون يورو، وهذا ارتفع حتى سنة 2020 إلى حجم 506 مليون يورو. أما الصادرات من البحرين إلى ألمانيا، هذا أيضاً ناحية مهمة من التبادل التجاري، وهي بلغت في 2018 68 مليون يورو، والحجم في 2020 وصل إلى 124 مليون يورو. هذا فعلا ارتفاع رائع ودليل على أن الجانبين بكل التفكير في الفرص استثمرت الفرص بشكل جيد. إذا تطرقنا إلى الجانب السياسي، يعني تتشارك ألمانيا والبحرين في إرساء سبل السلام والاستقرار سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم، نريد أن نعرف من سيادتكم كيف ترون دور البحرين في إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة؟ نعتبر مملكة البحرين ليس فقط بموقفه الاستراتيجي في وسط الخليج، ولكن أيضا لدوره الإيجابي شريك مهم. ودليل على ذلك حضور وفود من على المستوى في مؤتمر حوار منامة كل سنة. هذه اللقاءات خاصة في حوار منامة هي دائما فرصة عملية لدعم السلام والاستقرار والتفاهم في المنطقة. أيضا رحبت ألمانيا ورحبت أوروبا بصفة عامة إنشاء علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، فنحن نعتبر أن العلاقات الدبلوماسية والتعاون في إطار الدبلوماسية دائما عمل مهم
لنزيد التفاهم أيضا البحث على حلول سلمية. أعتقد أن أيضا الزيارات الثلاثة التي قام بها معالي وزير دكتور عبد اللطيف الزياني إلى برلين أيضا دليل على الثقة والحوار المستمر بين بلدينا في كل هذا المجال. ألمانيا وبحرين عضوين في الأمم المتحدة، ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ونتشاور أيضا بشكل مستمر على كل ما يحدث في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. معالي السفير، وخلال فترة تواجدكم في مملكة البحرين، والبحرين على مدار تاريخها تتميز بالتسامح الديني والتعايش السلمي وقبول الآخر والتعددية واحترام حرية الفكر والرأي وحقوق الإنسان، كيف رأيتم هذا في البحرين، وكيف رأيتم تأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي؟ طبعا في هذه الأيام نحن نشاهد مبادرة مهمة ورائعة في مجال التعايش السلمي، وهو مؤتمر مشترك نظمته المركز حمد الدولي للتعايش السلمي والاتحاد الأوروبي، مع مشاركة كثير من المسؤولين ومسؤولين للأديان المختلفة، والمسؤولين من سياسيين مسؤولين على الحوار بين الأديان، ومنها أيضا ممثلين من ألمانيا. وهذا المؤتمر دليل واحد من كثير الدلائل التي تشير إلى الدور البارز لمملكة البحرين في مجال التسامح والتعايش السلمي. أما بالنسبة للمجال الثقافي، أود أن أشرح أيضا دور اللغة الألمانية في برنامجنا الثقافي. فتنظم سفارة ألمانيا، وهذا منذ أكثر من 10 سنوات وبتعاون مع معهد جوته في الخليج، دورات اللغة الألمانية في كل المستويات لأيضا كل الأعمار من الأطفال الشبان والكبار، ويمكن من قبل دوراتنا الحصول على شهادة جوته. هذه دراسة وطبعا خاصة للشبان فرصة، فتقدم الجامعات الألمانية دورات بكل المجالات برسوم منخفضة أو غير موجودة، وسعر دخول هذا العالم والاستفادة من هذا العالم هو اللغة الألمانية، والاستثمار في هذه اللغة يمكن أن تصبح استثماراً جيدا يجلب معه فائدة كبيرة، فيفتح أبواب كبيرة للعمل في ألمانيا، وأيضا لنقل الخبرة إلى الوطن. نحن في موقعنا في الإنستغرام نشرنا أيضا بعض الفيديوهات لطلاب بحرينيين درسوا في ألمانيا ويتحدثون عن تجربتهم في ألمانيا. هل بشأن التعاون التعليمي والعلمي ما بين البحرين وألمانيا، هل ألمانيا بصدد تأسيس مدرسة ألمانية أو جامعة ألمانية في البحرين؟ ثمت بعض الأمثلة المميزة لمدارس وجامعات ألمانية في العالم العربي، ومن الواضح من هذه الأمثال أن المدارس أو الجامعات الألمانية تبنى على قاعدة من
الخبرة والاتصالات بين البلدين، وزيادة عدد الخارجين من الجامعات الألمانية بين أهل البحرين. هذا يفتح في المستقبل المجال أيضا لهذه المبادرات. تقدم الحكومة الألمانية ومن قبل السفارات والمعهد غوته الدعم المعنوي وأيضا ممكن المادي لكل المدارس التي تريد تدريس اللغة الألمانية كجزء من منهجهم، أو أيضا تريد تبني المناهج الألمانية. هذا اقتراح لشراكة مفتوحة ممكن الترشيح من قبل المدارس، ونحن ننظر بكل ترحيب إلى هذه المبادرات. وثمة في البحرين الآن حسب معرفتنا مدرستين تدرس فيها اللغة الألمانية كجزء من المنهج، ونحن باتصال مع هاتين المدرستين وندعمها بإطار هذا البرنامج.